كويز. مجموعة من الأسئلة سي مراد نحاول جاوبنا عليهم من غير برشة تخمام. شكون أحسن حكم تونسي توا؟ طو يوسف زايري مضروب أمير لوسيف. شكون أحسن حكم في تاريخ تونس؟ في تاريخ من الكارير اللي ما خلطش عليها مانا والكل. أي كل. ناجي جويني. أحسن حكم في إفريقيا؟ توبة ملاك. باش معاه الكل. أحسن حكم في العالم؟ يبقى كلنا ديما يبقى لنا ريفيرونس يعني. وتو تو والله ما فماش واحد بارد الحقيقة. اللي كنت زفر شكون أكثر لاعب يناقش؟ زهير داوود. أكثر لاعب كالم؟ كالم العواضي. مساعد تخدم معاه كنت؟ مساعد أحسن نجار. مساعد ما تحبش تخدم معاه؟ سامحني عادل الدرويش، نحن مزوز ما نحبوش نخدم مع بعض. علاش؟ والله صارت لنا برشا مشاكل في المقابلات نتاعنا. وصلنا نحن الزوز هزينا رواحنا مع بعضنا، مشينا لرئيس اللجنه قلنا ما عادش عايشنا مع بعض. الزوز يعني باعتراف منا ضمني. ما عملتلوش كيما علاله. لا لا. احسن حكم باهي، حكم بقى له عنده مستقبل كبير. اسامه بن اسحاق. اقرب لاعب ليك؟ انا اقرب. لاعب هكا عندك بعلاقة خاصة، أصحاب شوية، فماش؟ الحمد لله. أقرب حكم ليك؟ أمين بركل. أقرب مسؤول؟ الله يرحمه مصطفى خلوسلاتي كان. الله يرحمه. جماعية ما تحبش تشد لها ماتشواتها؟ لا كل ما يشد لهم. وجماعية ما تحبش تشد لها ماتشواتها؟ ولا يقول ما عندكش فرق. ما عنديش واحد ماتش ما تنساهش في السونس بوزيتيف كيما تحب انت قعدت في مخك. الترجي نادي صفاقس. احسن ماتش شديته؟ النجم الساحلي نادي صفاقس. اسوأ ماتش؟ ماتش في الجم، الجم والسويسي دار اسوأ من الترجي. علاش؟ كنت مكشف فورمه جمله صاروا برشا ظروف وطحت بان في ثنية واحد وحاسلوا الماتش مانيش عارف كيفاش بدا كيفاش وفاه. فريق ظلمته؟ الحمد لله ما ظلمت حتى فريق. عن حسن النية معناها مش اي يعني اخطات. غلطت برشا في حقه نقولوا عن حسن النية بالطبيعة. اخطات اكثر مقابلة قلت فيها اخطاء مقابل الترجي والصفاقس يعني. خطأ ندمت عليه قلت كنت نجم نتلافاه. كنت نجم ما نظفرش الماتش هذاك اصلا ونرتاح. عندي سيرتيفيكا اللي انا مريض وما حبيتش نصدر به، نحب نظفر. اقوى ببليك في تونس؟ جمهور كي تدخل الاستاد تحسه يفجع. اقوى ببليك الترجي الافريقي. واحد منهم النادي الافريقي. حاجه فيك ما تعجبكش؟ الطيبه نتاعي. تيك الصحه سي مراد، كانت هذه الكويز.